كما ذكرنا أن كلمة شيء تطلق عند السادة الأشاعرة أهل السنة على الموجود، ونحن نعلم أن حكم العقل على الأشياء على ثلاثة أقسام: أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب، هذه نمرة واحد، ثم الاستحالة، هذه نمرة اثنين، ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام. ما الواحد من الواحد لما يفهم يشعر بلذة. البيتين دول ذكرهم سيدنا الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه وهو مدفون هنا بجوار الأزهر الشريف. وكان الشيخ الدردير من علماء المالكية الكبار، ألف كتاب الشرح الصغير على مختصر خليل، وخليل بن إسحاق الجندي من علماء الأزهر أيضا، ولكن قبل الشيخ خليل بمدة كبيرة. الشيخ خليل بن إسحاق الجندي كان هنا في الأزهر وجلس فيه 20 سنة لم يرى النيل. الله، الشيخ خليل ما مشاش رجله لغاية الخليج المصري، لغاية شارع بورسعيد، يعني حاجة بتاع يعني ما تجيش كيلو، يعني 700-800 متر. قال لأنه كان منشغلا بالعلم. شكله ايه ده اللي كان منشغل بالعلم؟ وأي ثقافة هذه تجعل في قلبه اللذة للعلم عن مخالطة الدنيا؟ وجلس الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لتأليف مختصره الماتع البارع في الفقه المالكي، فاستوعب ما لم يستوعبه غيره من العلماء على عصور كثيرة. ولأنه خرج عملا دقيقا رصينا بذل فيه هذا العمر وبهذا الإخلاص وتلك الهمة. يا جماعة، اعتبر نفسك ان انت مسجون في الأزهر 20 سنة، مسجون، ولكنه سجن اختياري ولذيذ، فلا حاجة لهم في الدنيا، ليس زهدا في الدنيا يحطم، بل هو زهد في الدنيا يبني. فخرج بشيء بقي من بعده إلى يوم الناس هذا. وترجم مختصر خليل إلى الفرنسية، وترجم مختصر خليل إلى الإنجليزية. مختصر خليل شاع في العالم بكل اللغات، وهو العمدة عند المالكية، وعليه شراح كثر، منهم شرح الشيخ الدردير. والشيخ الدردير ألف قصيدة اسمها الخريدة. خريدة يعني اللؤلؤة كده، البكر، الخريدة، في علم التوحيد. أول ما يجي علشان ينظم مخك فبيقول لك أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام. بينظم مخك. كان لنا شيخ عندما يرى هذا الهطر والهطل الذي يتكلم به الناس يعترضون على السادة الأشاعرة أهل السنة وأهل العلم، يقول ثم ما درسوش أقسام حكم العقل. ولأنهم لم يفرقوا بين هذه الثلاثة الأقسام، الوجوب والاستحالة والإمكان أو الجواز، فإنهم ضخبطوا الدنيا في العقائد والتفتوا إلى العنف والتشدد، وأنكروا على أهل الله
وحجب فيما بينهم وبين فهم القرآن، فابتدعوا للناس أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان، وكفروا المسلمين، وتدرج معهم الحال إلى أن اعتدوا على الدم البريء المسلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الكعبة المشرفة: ما أشد حرمتك على الله، ولدم امرئ مسلم أشد عند الله حرمة منك. هؤلاء هم الذين ناتج منهم ومن رحمهم أولئك الذين اعتدوا على الكعبة بمحض أوهام وخرافات. وهكذا يتبين للناس أن هذا الشيء المهم أن نقف عند كلمة شيء فنفهمها، وأن نعرف حقيقة الأشاعرة أهل السنة والجماعة، ونعرف منهجهم في التفكير، ونعرف الخطوة الأولى التي يخطون بها إلى العقائد السليمة الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة، هو الذي يبني نفس المسلم. وأن هذه الدعايات التي نراها في الإنترنت يكفرون ويفسقون ويسخرون ويؤكدون ويتأكدون ويحولون الظني إلى قطعي والقطعي إلى ظني ويضربون ضرب ضلالة، هذا يناسب ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حذر أصحابه في حديث حذيفة: أرأيت لو أن المنكر صار معروفا والمعروف صار منكرا؟ قال: أويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد من ذلك يكون. فهؤلاء احذروهم، اتركوهم، ولا تثقوا إلا في العلماء الذين عرفوا هذا العلم بتقوى وورع عبر العصور. خليل بن إسحاق الجندي حبس نفسه هنا أكثر من 20 سنة، لم يخرج ولم يذهب ولم يجيء إلا منكبا على الكتاب، فأخرج شيئا بديعا، وجاء الشيخ الدردير فشرح في الشرح الصغير وألف للناس. وانظر إلى العلماء ما كانوا يجلسون في يعني بروجهم العاجية، بل ينزلون إلى العوام ويعلمونهم، فألف لهم الخريدة التي فيها منها البيتين دول.